تقريرا. يونس عبد العاطي الشيخي المدير التنفيذي لشركة ستريد. أقمنا طبعا ليبيا بازار. ليبيا بازار هو مشاريع متكون من مشاريع صغرى وأعمال يدوية وأشغال وذوي الاحتياجات الخاصة، طبعا اللي هم الداعم الأقوى لنا نحن. طبعا هذوما ديما نحن في البازارات يكونوا الداعم الأقوى لنا، مجموعة من الشركات طبعا، بس شركة ستريد كانت الداعم المعنوي والمادي يعني. ونحن نمدوا ايدينا لاي شركه تنظم محفل كيف هذا، او هو سوق مصغر لبيع المنتجات وعرضها على السوق، يوفر فرصه عمل او يوفر فرصه لعرض المنتجات والاشغال هذينا. شنو نحكي لك على اهداف البازار؟ صقل المهارات والحرف، تدوير حركه الانتاج في ليبيا وفي بنغازي خاصه. وننوه ان الحدث هذا حدث على مستوى ليبيا، لان في شركات من طرابلس، في شركات من البيضه، جمعيه البيضه حتى هي شاركه، فما شاء الله يعني الحدث على مستوى كبير يعني باذن الله تعالى. وفي شركات حتى من تونس زي شركه ليلاس وكذا، حتشوفوا حتاخذوا جوله باذن الله تعالى. شغلي اللي هو الاكسسوارات اليدويه، ما بين احجار كريمه، ما بين مطلي ذهب، ما بين كريستال، ونحاولوا ديما ان مثلا الواحد يجدد، يجيب حاجه كويسه، ويحاول اكثر شيء انه شنو يحسن من جوده الجوده. بس عندنا نحن هنا المشكله شوي في الشغل اليدوي، انه معليش الاهميه عندنا هنا يعني نظام يقول لك شغل يدوي لا شنو يعني، مش كيف برا يعني. انا تو كم زبون يجي يصبي علي يقول لي لا عندنا نحن نهتموا به في مصر اكثر او في تونس اكثر، مع ان نحن بالعكس شجعنا نحن كمنتج ليبي، كبنت ليبيه نخدم، نحاول اني مثلا نطلع حاجات اسمها حاجه حلوه، نتمنوا ان نلقوا من يشجعنا. حتى اللي صاب يقول لك كلمه سمحه، مش يقول لك لا والله نهتم به في مصر، في تونس اكثر ما نهتم به عندنا هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وداد عبد العاطي الشيخي، اسم المنتج تمور الاوجلي. نشكر ونقدم كثير الشكر والتهاني لشركه سترين لدعمها لهذه المشاريع الصغيره التي بصدق يعني بجد مشاريع صغيره قدمت لها الدعم معنوي او قبل المادي يعني. فيه الكيك، فيه المشاريع الورد، مشاريع صغيره قدمت لها دعم بشكل كبير. بالنسبة لي أنا قدمت لي الدعم المشروعي اللي هو تمور الأوجري. هي كانت بداية كفكرة بسيطة والحمد لله اتطورت وأنتجت وكان لها مردود مادي ومعنوي، وتطورت هذه الفكرة وخشيت بها المحلات والمحلات التغليف والحمد لله يعني كان مشروع ناجح الحمد لله.